نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص رمضان خلص والعيد على الأبواب. طبعا ما ينفعش يعدي العيد إلا لما طبعا نصور عند الفسخاني زي ما تعودتوا مني ومن قناة إيمي وهنونة. طبعا بتحب تجيب لكم كل الجديد. النهاردة إن شاء الله إحنا عند فسخاني الغريب في محافظة السويس، تحديدا برضو في منطقة الغريب أمام مسجد الغريب أهو زي ما انتم شايفين هنا. الفسخاني ده لسه فاتح جديد، حبيت اعرفكم عليه ونشوف مع بعض انواع الفسيخ اللي بيقدمها. طبعا مهما عدت بينا الظروف والكلام ده كله، بس ما ينفعش نعيد من غير الفسيخ بقى والرنجه والكلام ده كله. يلا بينا نتعرف على الفسيخ اللي عندهم وكمان انواع تانية من الاسماك المملحه. كل ده واكتر هنشوفه في الفيديو ده، بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في قناتي اللي لسه بيشوف القناه لاول مره. وطبعا بقى اللي هيقول ياع ومش ياع والكلام ده، الفيديو ده مش ليكم يا جماعه، الفيديو ده لعشاء الفسيخ والاسماك المملحه بشكل عام. يلا بينا ندخل عند فسخاني الغريب. السلام عليكم. السلام عليكم. باشمهندس احمد، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب. الحاج حبيشي، كل سنه وحضرتك طيب. الف صحه والف سلام. احنا سمعنا عن فسخاني الغريب، انتوا لسه فاتحين جديد مش كده؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بقى لكم قد ايه؟ بقى لنا يجي 3 شهور. لكن في مجال الفسيخ بقى لكم قد ايه؟ لا بقى لنا كتير، جددنا. المجال الفسيخ بقى انتوا خبره يعني في الفسيخ والكلام ده كله؟ الحمد لله خبره في الفسيخ وفي السمك، مراكب الشنشله ومراكب السيد الكارب. انتوا اصلا يعني صيادين وكده؟ اصلا صيادين. ما شاء الله. ابا انا عن جد صيادين. طيب بتشتغلوا في كام نوع من انواع الاسماك المملحه؟ انا في المحل دوت عنده على اساس هتخصص فيه فسخاني يعني تمام. مش هدخل معاه اي حاجه تانية. تمام. جميع الاسماك المحفوظه المملحه. المملحه اللي هي انواع ايه بقى؟ اللي هي مثلا الرنجه بجميع انواعها. تمام. سواء المبطرخه او المغلفه او العاديه. كمان عندك كبرتك السرنباء اللي هو السرنباء هو دوت. السرنباء دي بقى التسالي بتاعت الصواريخ. التسالي دوت. تمام. اللي بنشتغل فيه زي ما انتم شايفين كده. تمام. ايه تاني غير الرنجه والفسيخ والسرنباء؟ السرنباء بنشتغل في البوري. بوري؟ البوري حضرتك. تمام. بسم الله ما شاء الله، دي احجامه كبيره. ما شاء الله. طبعا عايزه اقول لكم ان المكان مكيف وحاجه نظيفه جدا جدا زي ما انتم شايفين، وشايفين الحوض ده اللي هم عاملينه علشان يحفظوا فيه الفسيخ والاسماك المملحه بتاعتهم. صراحه حاجه نظيفه جدا. وهنا دي الثلاجات بقى، دي الرنجه. دي الرنجه. انا اعرف ان الرنجه انواع، مش اي رنجه تبقى حلوه. لا طبعا مش اي رنجه. إيه؟ يعني انا ازاي اختار الرنجه؟ الرنجه اللي هي الناشفه اللي ما فيهاش ميه. النشفه اللي ماسكه نفسها. اللي ماسكه نفسها. واللي مبطرخه دي بتبقى فيها مطروح. واللي مبطرخه هي الشركه اللي بنجيب منها اللي بندخلها بتبقى عارفاها، يعني هم بتقول لك ان ده مطروح. دي ودي وحضرتك بمجرد النظر بس كده انت بتلاقي اللي بطنهم كتيره. ها تبقى دي مبطرخه. اللي مبطرخه طريه بس كبيره بيبقى فيها حاجه اسمها نشو او بطروخ. لسه ما بقاش نشو، ما بقاش بطروخ. أيوه. يعني بيقولوا عليه نشو يعني. أيوه. تمام. اسعار الرنجه بقى بتتراوح من كام لكام؟ والله هو السوق مليان، بس احنا ما بنجيبش الا بنشتغل الا في الحاجه اللي ممتازه. عندنا من 45 ل 50. من 45 ل 50. 45 ل 50. تمام. عايز اعرف بقى من حضرتك خبره السنين بقى في تمليح السمك البوري عشان تعمله فسيخ، قول لنا كده طريقتك فيه. هو اهم حاجه السمك يكون طازه ويكون جاي من المزرعه، لان معظم السمك دلوقتي بيشتغلوا المزرعه. مزيل. السمك بتاع البحر قليل وزبونه قليل يعني. تمام. مفيش غير ممكن السويسه القدام اللي ممكن يطلب السمك ده. السمك يكون طازه، بنجيبه من المزرعه طازه، بنغسله كويس عشان لو في اي حاجه في الخياشيم طينه بتاع، وبعد ما بيتغسل كويس بيتنشف بالمراوح ولا حاجه، المهم بيتنشف. تمام. وبعدين بيترص في البراميل وبيتحط عليه الملح. الملح ده مكون من ملح خشن بيتباع مخصوص للموضوع دوت،
وعليه كركم عليه شطه وعليه شويه زيت. تمام. بس ما تحطش اي حاجه تاني. بيتحط وبيترص وبيتملح. يقعد كام يوم بقى؟ من 15 ل 20 يوم، يعني في الصيف 15 يوم كويسين قوي. في الشتاء 20 يوم كويسين قوي. على حسب بقى التوقيت بتاعه. في احجام مختلفه بقى من البوري حضرتك بتملحها؟ طبعا. وفي مثلا ملح زياده وملح قليل والكلام ده كله؟ حسب. في دلع يعني وحادق وكده؟ حسب بس دايما انا بعمله دلع، لان طلب الناس كلها في الوقت دوت بيبقى الدلع، فانا بعمله ملح قليل. في ملح مظبوط شويه. وفي كمان انواع من البوري، في الطباره كمان. الطباره دي زيها زي البوري بالظبط، هي بتفرق بس في دماغها بتكون صغيره شويه ومسحوبه. الطباره وسمكه سمينه وجميله وحلوه، بس حجمها صغير شويه. طعمها جميل جدا، قريبه من البوري جدا يعني، وهي من نفس الفصيله. السهليه والبوري والطباره والجرانه والهليلي، كل الانواع دي من فصيله اسمها فصيله البوريات. وعند حضرتك برضو الطباره؟ لا بتملحها ولا بوري بس؟ ما عملتش طبارة، لان الفترة اللي فاتت دي الناس كلها كان طلبها على البوري. بسم الله ما شاء الله. دي الواحدة تقريبا وزنها قد ايه؟ بتروح من نص كيلو لكيلو. ننزل نشوفها مع بعض. لكيلو وشوية. يعني اقل واحدة مثلا حوالي نص كيلو او 600 جرام. توصل كمان لكيلو وكيلو وشوية، 100 جرام وكيلو و200. سعر الكيلو فيها كام؟ سعر كيلو 150. دي 150 جنيه. 150. تمام. استأذنك تفتح لنا نشوفها من جوه لحمها لونه عامل ازاي. دلوقتي بقى نفتح لنا واحدة ونشوف لحمها من جوه عامل ازاي. يفضل يا حاج تتفتح من بطنها ولا من ظهرها؟ من الظهر احسن. ليه بقى؟ تشيل الدماغ الاول، علشان لو فيها بطروخة او اي حاجة في البطن ما يتجرحش بالسكين. ما يتجرحش. وهل بتبيعوا برضو مخلي ولا كله سليم؟ والله احنا عشان العيد احنا ما بنبيعش مخلي. مفيش وقت تخلو. مفيش وقت عشان احنا في الظروف دي، لكن في الايام العادية الناس بتطلب تنظيفه في النظر. شايفين بقى الريحه بدات تبان، ريحه الفسيخ. كل عشاق الفسيخ اكيد بقى يعني ايه عارفين ريحه الفسيخ اللي بتبقى جميله جدا. اللهم اني صايمه طبعا، احنا في رمضان وده الفسيخ بتاع العيد، عيد الفطر. كل سنه وحضراتكم طيبين. بصوا بقى، ولا لا فيها لا دم اللون، ولا في حاجه، لونها وردي جميل جدا. اللون الوردي الصحي. زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. بطن نضيفه جدا اهي، ما فيهاش اي حاجه خالص. سمكه صايمه جميله، ما فيهاش اي حاجه. يعني هو ايه؟ طيب الفسيخ المبطرخ احلى ولا اللي مش مبطرخ؟ انا شخصيا بفضل السمكه اللي مش مبطرخه. في الفسيخ. الفسيخ ليه بقى؟ ايوه، علشان السمكه اللي مبطرخه بتبقى سموميتها او الغذاء بتاعها كله رايح للبطروخ. السمكه بتبقى هزيله. والسمكه بتبقى ايه؟ هزيله. لكن العاديه دي بتبقى لسه بخيرها يعني. ايوه ما شاء الله. بصوا اهو ده شكل الفسيخ من جوه. طيب تنصح الناس بايه الايام دي طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها لما يجوا يشتروا فسيخ بشكل عادي؟ اول حاجه ما يشتريش من اللي في الشارع، لازم يشتري من مكان يترجع ليه، مكان مرخص عنده بطاقه ضريبيه، عنده سجل تجاري، عنده شهادات صحيه، مكان نظيف. مش اي حد يقول انا بعمل فسيخ يعني. مش اي حد يعني. لا ما يجيبش من اي حد. حد يعرف يرجع له تاني ويجيبه. لو لا قدر الله. حتى لو السعر فيه يعني حاجه زياده بسيطه، بس بيبقى احسن وانضف واضمن للناس والعيال الاولاد كمان اللي بيحبوا الفسيخ بياكلوه ويتبسطوا بيه. يعني واحد يشتري مكان موثوق ويكون تخصصي يعني، ويكون متخصص في السوق. مثلا مش واحد موسمي ولا مثلا يدخل على المهنه كان يمضي على الموسم ويشتغل خلاص. لا، لازم يجيب المكان مخصص للموضوع ده، ناس فاهمه وعارفه بتجيب سمكه حلو وبتجيب سمكه كويس وطازه وطابق المواصفات اللي بيتعمل، وبيتعمل بطريقه صحيحه وسليمه وصحيه. طيب
طيب انا الحوض ده الصراحه انا مش شفتوش عند حد هنا في السويس، بالذات في السويس. هل الحوض ده بيبقى ليه يعني مواصفات خاصه او كده ولا ايه؟ الحوض ده انا اخدت المواصفات من فوق الناس بتوع الشؤون الصحيه بتوع التفتيش اللي هنا في السويس، ربنا يكرمهم اختارهم، كانوا متعاونين جدا. قال لي اعمل لي حوض عشان يبقى صحي، اعمل لي حوض بالمواصفات دي، اعمل لي حوض يكون سيراميك ها وفي صرف صحي، في صرفين الحوض ده في صرف صحي. فده في دي صرف صحي، فانا تخيلته كده وعملته كده وعملت له الغطا ده كمان كده علشان ما فيش موشة ولا دبانة ولا اي حشرة يحفظ الاسماك المملحة فيه من غير ما يعني اي حاجة او اي حشرة. انا بحفظ فيه بحفظ فيه السمك كده جوه كمان الايه الكرتونة او الفيلة دي، الفيلة ديت علشان الفيلة دي ما تخليش السمكة تاخد رطوبة. ايوه لان السمكة لما بتاخد رطوبة بتجمد بتجلد، انما ما تاخدش رطوبه بتبقى طعمها حلو جميل وبتفضل طريه. تمام. في عند حضرتك ايه تاني غير الفسيخ؟ انا قلت لحضرتك طبعا خلاص قلنا السرنباء والرنجة. لا والرنجة. الاسماك المملحه بتملح ايه تاني؟ انا بملح السهليه، بملح طباره اللي موجود دلوقتي السهليه، وفي عندي بوري اقل حجم يعني اقل في الحجم شويه. وده دبوري صغير، دبوري صغير اسمه قطع. طب يا اسمه قطع مش ده مش طبارة يا جماعة، دبوري قطع اسمه بوري قطع، بوري قطع صغير هو شكله كده. بيبقى كله مقاس واحد، بيبقى كله معظم مقاس واحد، قطع يعني قطعة واحدة يعني. ايوه. بكام الكيلو ده؟ احنا بنبيعه ب 95. 95 يعتبر ارخص سعر. ارخص سعر في السويس 95. ارخص سعر. وفي ناس بتحب الصغير ده؟ في ناس بتيجي مخصوص ليه. الواحده الكيلو فيه كام واحده؟ الكيلو ده فيه حوالي اربعه. اربعه؟ اربعه او خمسه. طيب عايزين نشوف بقى اللي هو السهليه. وهل طعم السهليه بيختلف عن البوري او القطع الصغير ده؟ طبعا طعم السهليه في مشكله، السهليه ما يعلاش عليها. جميله جميله جميله. هنشوفها مع بعض دلوقتي. دلوقتي بقى الحاجه هيطلع لنا السمك السهليه. هنشوف مع بعض بقى سمك السهليه، الحاجه هيطلع لنا اهو من الحوض. يعني ريحة مميزة كده شوية كمان. السهلية دي بتبقى مطرخة ولا عادية؟ شوية. فيها وفيها. فيها وفيها. عشان طريقة التمليح بتبقى كده مرة كده مرة. تمام. مش عايزينك برضه تفتح لنا واحدة من السمك السهلية. السهلية الناس بتفتحها من البطن يعني من الضغط، لكن هي في الأساس ليها فتحة بتجيب كده. والله. بتجيب كده. من عند الروس كده؟ بتشد. مع برضو وردي الجميل. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. لحمها برضو جميل جدا جدا. هل حضرتك بتخلي برضو العنبر؟ بخلي العنبر بس حسب الطلب. على حسب الطلب العنبر بتخليه. على حسب الطلب. بكام الكيلو بقى هنا في السهليه؟ السهليه ديت احنا بنبيعها ب 80. ب 80؟ وعليها زبون وعليها طلب؟ ايه؟ عليها ليها زبون وليها طلب. هي طبعا بيجي مخصوص انا عايز سهليه. بيتراوح سعرها من 80 ل 100 جنيه. 80 ل 100 من 80 ل 100 جنيه؟ 80 ل 100 حسب حجمها. بس هي غالبا بيبقى هو الحجم ده اللي موجود دلوقتي. تمام. البسله بقى في الموسم بتاع حضرتك؟ في الموسم بتاعها بملحها مش كده؟ بملحها. كل سنه وحضرتك طيب، والف شكر لحضرتك يا حاج حبيشي. باشمهندس احمد انتوا عندكم صفحه على الفيس مش كده؟ تمام عندنا صفحه على الفيس مع صفحه سكن الغريب.
وعندكم خدمة دليفري؟ عندنا خدمة دليفري على رقم 010-30-52-2003. تمام. واي حاجة جديدة بنجيبها بنحطها بنزل بقى على الصفحة. شكرا جدا يا حاج حبيشي، الف شكر حضرتك. شكرا باشمهندس احمد حبيشي، متشكرين جدا. وحضرتك بالصحه والسلامه، وبشكركم جدا لحسن المتابعه، واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو النهارده يا ريت تدعمونا باللايك والشير واشتراك في قناتنا اللي يشوف القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قناة ايمي وهنونة تتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.